نرمين مازال هنايا، راكي تستناوك الغدا ولا عجبتك البنيته ياك؟ غزاله مي ما يتسخاش بها. راه انا اللي سميتها نادين، من شحال هذه هي كدور ليا هاد السميه في راسي. غزي ولا ياك؟ كتهمني ولا بد مي ما تكون سميه نادين غير مخرجه من عند عائله الغالي، ماشي شي ناس اخرين. ممكن ناخذ بنتي نادين وقت الرضاعه ديالها؟ اسمح لي. يلا يتغدى يلا. نرمين مالك؟ ياك لاباس؟ وين هبطتي عندي نسرين وانت دايره بحال هكا؟ ياك ما قالت لك شي حاجه قلقاتك؟ ايوا صافي، بقى لي غير هذيك حتى هي نتقلق عليها. شفتي نادين؟ كي جاتك؟ نادين عرفتي يا حسام، ملي هزيتها حسيت واحد الاحساس حتى شي واحد ما يقدر يفهمه بحالي. ملي شفت ليها في عينيها حسيت بحالي كنعرفها، حسيت بها قريبه مني، حسيت بحال من دمي، بحال شي حاجه. انا عارفك ما تحس بوالو من هادشي اللي كنقول. راني حاس بيك نرمين، انا حاس بيك والله، الا حاس بيك ومقدرك. عافاك شنو نرمين؟ عافاك طلب واحد متعاوديش تهضر عليا على هادشي. عافاك سنين مين؟ قلت لك انايا الولاد ما معمر لياش راسي، فهمتي؟ انا قابل للوضعيه، علاش كتبقاي ديما تجبدي هاد المشاكل ديما؟ ما فهمتش. تقدر تشرح لي يا حسام علاش انا ما نكونش اون ماما؟ هذيك نسرين تكون ام وانا لا، واش هذا ماشي ظلم؟ شوف انا غنقول لك واحد الحاجه، اسمعي لي، هادشي اللي كنقول لك راه مهم. حسام اخويا اش واقع؟ لا والو، غير نرمين مع نيس. واخا بابا كيتسنانا في بيرو واحد الدقيقه. اسمعني سمعي الهضره مزيان وبقاي عاقل عليها، انا كنبغيك انت، فهمتي؟ جو تام هكا بهاد الوضعيه ما عمرك تنساها.